كلنا بنعرف أهمية دور الأم ببناء المجتمع الصالح ودورها الكبير برعاية أولادها والاهتمام ببيتها وبعملها. مامز وورد بيهتم حصرياً بالأم وبيساعدها على توفير كل ما بيلزم إلها ولأولادها. لينا خلينا نخبر العالم أكثر عن حالك. لينا خليل، أنا الأصل عراقية بس I grew up تربيت في لندن وصلي عايشة بالخليج 8 سنين. لينا، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ هي تجربة الأمومة كانت أصعب تجربة شخصية مرأت فيها، وبنتي الكبيرة يعني عن حقيقة تعلمت كثير عايدها، وكان كل منتج أو كل حلول ألاقيها عشان يحسن هاي التجربة يعني ألاقيه كأنه أحسن شيء بالدنيا، فإنه أشارك هاي التجربة مع أمهات تانين وأحسن العلاقة مع أطفالهم من خلال إنه بنخلق وقت. وأنا لما نقلت على الخليج لقيت إنه حتى الشخص اللي ما بقرأ إنجليزي وثقافته عربية كأم بصير كتير صعب إنه تشي المنتجات الصح لطفلك. فاليوم الموقع كل المنتجات 120 ألف منتج مترجم للغة العربية وفيه فيديوهات توضيحية عشان تساعد الأم تعمل القرارات الشرائية الصح لأطفالها. نحن بنعرف إنه لوازم الأطفال صنع منا أكثر من شركة، فهل أنتوا بتعرضوا على تطبيقكم وعلى الويب سايت كل الشركات أم في حصرية معينة؟ إحنا كل أسبوع بنزيد 20 ماركة عالمية على الموقع. اليوم عنا 1600 ماركة عالمية على الموقع، وبتضم كل شيء من الأكل والشرب والمستلزمات الأكل، مستلزمات السفر والعربيات. شو اللي فينا نقول إنه بغير أكتر شيء الأم تستعمل موقعكم بدل ما تروح تتسوق؟ لا، هو في كتير، يا حرام يعني أنا بقول الوحدة لما تكون أم جديدة الوقت مش وقتها، وأي شيء بيساعدها إنه تربح وقت وتربح راحتها حتستعمله. إحنا بنوصل للبيت، وعن قريب إن شاء الله حنوصل للأمهات بالإمارات وبالسعودية بنفس اليوم. لينا، شو نوع النصائح اللي بتقدموها على الموقع وقديه حدودها؟ ممزود عندها مدونة فيها العديد من القصص والنصائح والمعلومات المفيدة للأم. هذا الجزء الجديد من حياتها، لأنه كل سنة بيكبر فيها طفلك أنت عم تتعلمي شيء جديد تماماً، فحلو أنه يكون عندك كل المعلومات في مدونة واحدة، وكمان ممكن تستعملي المنتجات اللي أنت بتحتاجيها في نفس الوقت. بس تعطوا نصيحة وأفكار على الموقع بيتوجب يكون عندكم مراجع مسؤولة ومحترفة، صحيح؟ مين مرجعكم؟ عندنا دكاترة أطفال، عندنا مستوصفات متخصصة مش بس بصحة الطفل بس صحة العيلة النفسية والجسمية. إذا حبت أم خلينا نقول تتبضع عبر الويب سايت أو التطبيق، كيف بتتم العملية؟ في عندنا قسم خدمة العملاء بتحدثوا بالعربي، وفي عندنا حنان من الفريق إن شاء الله حتفرجيكي كيف بالضبط بالتفصيل كيف يقوم كيفية الشراء. حنان، إذا حبت أم تشتري أو تتصفح عبر الموقع كيف بتم الموضوع؟ هي فيها طبعاً الموضوع سهل جداً، مش صعب خالص. فيها أنها تدخل على الموقع بتاعنا تشوف المنتجات كلها وتتصفح كل الكاتيجوري اللي عندنا في الموقع. لو حبت أنها تعمل شراء لأي منتج عندنا بتروح تعمل حساب ليها على الموقع وتسجل بالإيميل وكل بياناتها الموجودة في العنوان وكل حاجة، بعدين تدخل على الموقع وبتختار المنتج اللي هي عايزة. مثلاً كسبيل المثال أنه في عندك المنتج بيعرض هنا عندك الحاجات اللي هي وصلة جديدة على الموقع مامز وورد من خلال الإعلانات اللي بتطلع هنا عندنا، وبعدين بيجي عندك الأفضل 10 منتجات الحاصلة على جوائز عالمية. في كذا منتج، يعني مثلا فور إكزامبل لو احنا رحنا على عربات الأطفال، أوكي، في عندك تو أوبشن، يا إما اللي هي المفرد أو اللي هو التوأم. لو احنا مثلا رحنا للعربة التوأم، أوكي تمام، بيطلع لك المنتج بالصور بكل الحاجات اللي هي البوزيشن والأوضاع العربة ازاي الأم تستعملها، بيجي لك بعد كده وصف المنتج بكل البيانات بتاعته، بكل حتى أيام الشحن إمتى للدول الشرق الأوسط أو لداخل الإمارات، وفي عندك سياسة الإرجاع وفي العمر المناسب لكل منتج. تمام، بعد ما هي بتقرأ كل المنتجات الخاصة بوصف المنتج بتروح على أضيفي إلى العربة. طبعا بعد ما تحط التسجيل وتسجل، بعد ما تضيفه على العربة أوريدي بيجي لها إنه إنها حابة تتابع تسوق إنها تضيف منتجات تانية أو إنها تخلص عملية الشراء وتكمل الدفع. دلوقتي إحنا هنعمل عملية إتمام الشراء، تمام؟ تدوس على إتمام عملية الشراء بيجي لها البيانات،
تمام. طبعا كل واحده بتعمل تسجيل على الموقع مامز وورد كاول مره تعمل طلب على الموقع بيجي لها فاوتشر على الايميل بقيمه 50 درهم كخصم، تمام. الكود ده فيها تحطه هنا اهوت، ان الكود بيوصلها تحطه على المكان ده، تمام. طبعا بيجي لي كل البيانات، المنتج، السعر، التوتال وكل حاجه، تمام. بعدين تدوسي على استمري. اوكي، بيجي لك بقى كل البيانات. لازم طبعا تحط الاسم واسم العائله والبلد والمدينه والعنوان وكل شيء، كل البيانات. بعدين بيجي لها طريقه الدفع، في عن طريق تدفع عن طريق الدفع عند الاستلام او عن طريق ثلاث اوبشن تانيين، اما عن طريق الكريدت كارد بطاقه ائتمان او البوينتس او عن طريق الباي بال بس. وبعدين بتعمل البيانات كلها الطريقه اللي هي حابه تعملها، بيجي لها بقيه اللي هي التوتال قد ايه بالشحن بكل شيء، تعمل انه اشتري الان. وكمان على الموقع فيها هي حتى لو حابه تختار شغله هي مخصوصه فيها تنبيهات بالضبط، هي طبعاً. فيها طبعا في كاتيجوريز، فيها كاتيجوري بالضبط، في عندك كاتيجوري هنا بالحاجات كل اللي هي كل منتج وايه هي بالاعمار واللي هي المنتجات على حسب التصنيف او الفلتر بيكون ليها خاص انها تختار هي عايزاه. ولو في مثلا انه ليها عندها وسيله ثانيه، لو مثلا مش لاقي المنتج او انها مش عارفه تلاقي المنتج المناسب لابنها، في عندنا كمان الدردشه، انها ممكن تدردش مع الكاستمر سيرفيس اونلاين بيساعدوها في تختار المنتج اللي مناسب ليها. تطرح اي سؤال بالضبط، اي سؤال بالضبط، مزبوط. إذا بدنا نحكي عنك، شو أكثر التحديات اللي واجهتيها خلال تأسيس مامز وورلد؟ تحدي النجاح تحدي لحاله، كل ما تكبر الشركة في تحديات جديدة، بس تضاريس الشرق الأوسط وعدد الدول ونقل المنتجات من دولة لدولة دائما بيكون أكبر تحدي لإلنا. شو بتنصحي هدول الأشخاص اللي بعدهم شوي خايفين؟ هو المفروض تبدو، هو البداية حتى لو الواحد ما نجح، بس إنه يبدأ ويتعلم ودائما يسأل. دبي هدف كتير مهم لفكرة مثل فكرتكم، شو السبب وراءه؟ لأنه موقع دبي كتير استراتيجي، فكل الأفكار المبتكرة اللي بتجي من الشرق أو الغرب تجتمع بدبي. شكراً دينا. مهم كتير توفير الحماية والرعاية الصالحة لأولادنا، ومن واجباتنا تأمين المساعدة للأم لإنجاز مسؤولياتها برياحة. مامز وورد موقع بأمن الرفاهية للولد والأم من خلال تأمين كل ما بيلزمون من نصائح وحاجيات بكافة تفاصيلها.